احنا بنشكر الشركه المنظمه للدعوات اللي هي عملتها للمستوردين بتوعنا ولغيرنا. احنا شايفين ان قاعده البيانات وطريقه التنظيم في دخول المعرض تقترب من نفس النظم المطبقه في المعارض العالميه. وجود التنافس الشركات بينها وبين بعض في وقت واحد دي بيخلي كل شركة بتطلع أحسن ما عندها. السنة دي كان من أحسن السنين عندنا. أعتقد أن المعرض منظم بشيء من التقنية العالية وجذبت لنا الحمد لله أعداد كثيرة وجديدة ووجوه جديدة. عاملين معرض حلو والناس بتشوفه أحدث الصيحات في 2018 يعني. احنا دائما بنكون سباقين على انه نكون عارضين في الاي سي اس، مفيد للتصدير ومفيد للسوق المحلي. كمستوى انتاج لا نقل، مصر لا تقل باي حال من الاحوال عن اي منتج ينتج خارج مصر. احنا السنة دي بنعرض منتجات جديدة لأول مرة، يعني الكولكشن بتاعت 2018. المعرض خلاص بقى مسجل اي سي اس، ده الناس بتجي من كذا حتة ومش بس دول عربية ومش بس بيجي لنا ناس من افريقيا، لا بيجي لنا ناس من اوروبا. في ناس متعودة كل سنة تاجي في نفس الميعاد، حسينا ان في عدد كويس من عملائنا برا مصر، اغلبيتهم توافد وجا في نفس الميعاد. بليزا دايما مشاركه من بدايه معرض اي سي اس، من اول دوره للدوره اللي موجوده، وان شاء الله تكون تساهم في الدورات اللي جايه ان شاء الله كمان وكمان ان شاء الله. احنا سعداء ان احنا موجودين في اي سي اس النهارده، معرض كبير ليه اسمه، بيخاطب طبقه كبيره من الموزعين والتجار.